في إطار خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 6128 خدمة إسكانية على المواطنين، قامت الوزارة بتخصيص أعداد جديدة من الطلبات التمويلية الإسكانية. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذة لطيفة عمر الشملان، مدير الخدمات المصرفية بالفرع الرئيسي لبنك الإسكان. أستاذة لطيفة، بداية نرحب بك. ويعني باقة التمويلات الجديدة أطلقت من شهر أغسطس الماضي، هل لك أن تطلعينا على عدد المستفيدين عبر بنك الإسكان، وهل هناك تمويلات يعني يفضلها المواطنون أكثر من غيرها؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. قيمة التمويلات التي تم صرفها للمواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية الجديدة منذ تدشين البرنامج قد بلغت حتى الآن 99 مليون دينار تقريبا، واللي استفاد منها 1789 مواطن تم تخصيص طلباتهم بالفعل. أما بالنسبة لأكثر الأنواع اللي فضلها المواطنين بحكم علاقتنا المباشرة معهم، بأن هناك إقبالا واضحا على خدمة شراء الأراضي والتي تم إدراجها ضمن الأغراض التمويلية الجديدة من خلال تمويل تسهيل عقاري، ويتصدر القائمة نظرا لميل المواطنين لشراء المساحات اللي تتناسب مع احتياجاتهم ومستوياتهم المادية، خصوصا بأنه لا يوجد قيود على مدة بناء الأراضي، إلى جانب الإقبال على تمويلات تسهيل البيت العود وتسهيل تعاون، وهذا يرجع إلى المرونة اللي تم منحها للمواطنين لاختيار نوع وموقع ومساحة العقار اللي يتناسب مع ميزانيتهم. نعم سيدة لطيفة، لو تحدثنا عن المعاملات، يعني كم يستغرق إنجاز معاملات تمويلية إسكانية هذه المعاملات الجديدة عن طريقكم بنك الإسكان؟ الحين لا يوجد لدينا قوائم انتظار، العملية أصبحت أكثر وضوح وسلاسة، والإجراءات سريعة. بعد أن اتصلنا من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يتم التواصل مع المواطن وتحديد موعد له بحسب الخدمة، ويتم إرسال إشعار المثمنين للعقار بشكل آلي، ومن ثم يحال الطلب إلى الشؤون القانونية لإنهاء التوثيق وتسليم المبلغ لصاحب العقار بحسب نوع الطلب. ومن الممكن اختصار فترة الإجراءات الاستفادة من التمويلات في المعادلات الطبيعية عبر بنك الإسكان خلال فترة تتراوح ما بين أسابيع إلى شهرين. نعم، إذن الأستاذة لطيفة عمر الشملان مدير الخدمات المصرفية بالفرع الرئيسي لبنك الإسكان، شكرا جزيلا.